الأستاذة أميرة، سمعتي التقرير قولي لي. خلينا نتكلم على الكتاب الدوري اللي الوزارة فعلا بتبلغ بيه المدارس. طبعا مش كل المدارس بتلتزم بيه، ولو اتكلمنا على ان احنا بنعلق لوحة المصروفات في المدارس، مش كل المدارس بتعمل كده. طيب لو انا برضو قلت طب انا مش هدفع المصروفات عشان ما فيش لائحة متعلقة بتقول انا هدفع كام السنة دي، طيب خلاص خدي ابنك وشوفي مدرسة تانية. فانا مش عايزة اعمل مشاكل مع ابني، طبعا ده اللي بيواجه اولياء امور بقى. طبعا انا مش عايزة ادخل في مشاكل مع المدرسة، مع المدرسة انا اللي يهمني دلوقتي مصلحة ابني، وعشان اخد ابني واروح مدرسه تانية فانا ممكن اكون الوقت اتاخر فاضطر ان انا ادفع نسبه عشان انا هحول لو كان الوقت فات يعني. تمام، هروح مدرسه تانية جديده، ابني هيدخل لسه في انترفيو قصه، فالموضوع مش سهل ان انا اقف بقى كده واتخانق مع المدرسه ولا فين والحاجات دي. هو حقيقي فعلا الوزاره تبقى منزله يعني كل مدرسه مصروفاتها كام، لكن لو رحنا الاداره التعليميه هنلاقي كلام غير اللي على ارض الواقع خالص، ولكن المدارس ما بتلتزمش بيه، محتاجين رقابه. طب